La Coupe du Monde, c'est bon. Alors pour moi, c'est fini. لا يوجد أي مدرب يسيني عقد بدون أهداف. كان موقع قوة مجموع كان بسيطة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. إن شاء الله صحافة العام يحشموا شوية. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش راكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش راكم تعطيونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل حب والاحترام للجميع. في هذا الفيديو باش نتكلموا على أمور مهمة جدا بخصوص عقد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري مع الاتحادية الجزائرية. هل يوجد خطأ في عقد جمال بلماضي؟ هل الاتحادية الجزائرية دارت خطأ بعد ما مضات عقد مع جمال بلماضي حتى ل 2026 بدون أي أهداف، بدون أي نقاط محددة في العقد؟ هل يوجد مشكل أو لا؟ راح نتكلموا على كل هذه الأمور. راح تسمعوا معنا أول تصريح لسمير زاوي واش تكلم على العقد وهذه الأمور. من بعد راح نتكلموا على الشيء بالتفصيل بخصوص عقد جمال بلماضي. هو منين؟ لانه كي نشوف اني شاك ما راحش كوب دي موند وخرجنا في الميتو كوب دافريك، وبعد كان جا الرئيس الفيدراليه سيني مع نونغاجمون عقد جديد، عقد جديد بدون شروط، ورغم اننا قصينا في كاس افريقيا وكاس وما تروحش كاس العالم صافي ديال ما كاينش هو الى بروفيتين هذاك المومون كانت جمال سيني كونترا هذه، قلت له سيني كونترا بهذه وما ديرش دي زوبجيكتيف، فهمني هنا واش تقراها انت؟ شعبويه بالتاكيد. كيف شعبويه؟ شعبويه يعني انك تسني عقد. لا لا انا قراها انا قراها انه كان فرض نفسه وسيطرته على الاتحاديه، كان من موقع قوه مجموع كان مسيطر على الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. انا نقول نعاودها باحتراماتي لرئيس الاتحاديه الجزائريه، كيما انا انت رئيس الاتحاديه ناخب وطني يسني لي مع الكونتر كيما يبغي، ما ندير حتى انجاجمون، ما ندير حتى اوبجيكتيف. هو فرض عليه هو فهمني انا فهمني كيف سني الكونتر هكذاك. شوف كلام سمير زاوي باش نفهموه وباش نفصلوه وباش نتكلموا في كل الأمور. تكلم وقال أنه جمال بلماضي كان مطلوب من الجماهير الجزائرية وكان فارض نفسه على الاتحادية الجزائرية حتى أنه جمال بلماضي قدر أنه يسيني عقد مع الاتحادية الجزائرية حتى 2026 بدون هذه ركزوا عليها بدون أي شروط. أنه في العالم كله لا يوجد أي عقد يتسني مع أي مدرب تاع نادي أو تاع منتخب بدون شروط، دائما العقود تكون مبنية على شروط وعلى أهداف اللي لازم المدرب أنه يحققها ولازم أنه يوصل لها وأنه يديرها. سمير زاوي تكلم قالك أنه جمال بلماضي كان فارض نفسه. أنا نقولك أنه جمال بلماضي ما كانش هو اللي فارض نفسه على الاتحادية الجزائرية، لأنه بعد الإقصاط على المنتخب الجزائري متأهلناش لكأس العالم، جمال بلماضي بقى وجددوا له العقد، واللي جدد له العقد جهيد زفزاف. جهيد زفزاف مش هو اللي طبق هذا الأمر، نعرفه كلنا أنه في هذاك الوقت أنه جات هناك أمر من السلطات العليا في الجزائر وقالوا له سني الجمال بلماضي حتى 2026، خلي بلماضي يكمل حتى 2026. يعني جمال بلماضي فرضوه أنه قالوا له يخليه يبقى حتى 2026 لأنه شافوا جمال بلماضي مطلوب من طرف الشعب الجزائري والناس تحبه والناس حباته يكمل ويستمر مع المنتخب الجزائري. هذه الأمور اللي لازم باش نعرفوها. زائد على ذلك بخصوص عقد جمال بلماضي كاين خطأ كبير جدا ولازم تكلموا عليه بالاحترافية وبالمنطق وبالعقل. لا يوجد أي مدرب يسيني عقد بدون أهداف. الأهداف وشنو هي؟ تكون مدرب باش تلعب كأس إفريقيا، الهدف تاعك أنك توصل للنهائي أو النصف النهائي أو الربع النهائي أو أنك توج باللقب. بعد هذيك الأهداف وش تكون؟ تكون هناك شروط. إذا توجت باللقب نخلوك تبقى ونزيدولك في الراتب، إذا ما توجتش باللقب وأقصيت من الدور الأول تحط الاستقالة تاعك وترحل وما تديش المستحقات تاعك تاع باقي العقد، والعقد تاعك ينتهي مع إقصاء المنتخب. يعني منتخبات والعقود تاع كل المدربين تقريبا تكون بهذا الشكل، أنك تأهل المنتخب إلى الدور الأول أو أنك تتوج مع المنتخب، كلهم عندهم عقود وشروط بهذه الطريقة.
ولكن الغلطة اللي دارتها الاتحادية الجزائرية أنه ما داروش هاد الشروط لجمال بالماضي في المنتخب الجزائري، كأنهم داروا له عقد يعني أنه باش يبقى حتى 2026 رغم أنه يقصى أو ما يقصاش أو ما يتأهلش، المهم يبقى حتى 2026. ونعرف أنه جمال بالماضي كم مرة صرح وتكلم أنه قال أنه هدفي وحلمي أني نلعب كأس العالم وأنا ندرب المنتخب الجزائري، أني نكون حاضر كمدرب مع المنتخب الجزائري في كأس العالم. ونعرفوا أن تصفيات كأس العالم 2026 المنتخب الجزائري يتصدر المجموعة، وتقريبا كل الأمور سهلة وفي صالحنا أن المنتخب الجزائري راح يتأهل لكأس العالم. ولكن صحافة العار والعديد من الناس حابين يستغلوا هذا الإقصاء باش يطردوا جمال بالماضي باش ما يخليوهش يلعب كأس العالم 2026 وما يكونش حاضر كمدرب. هذاك هو الهدف الرئيسي تاعهم والأول، أنهم حابين جمال بالماضي ينتقموا منه بهذا الطريق. كما سمعتوا معنا وتكلمنا في هذه الأمور، كاين أمور أنا معها وكاين أمور أنا ضدها، لأنه أنا كمناصر جزائري كخالف على المثلي كما كل الناس تهمني مصلحة المنتخب الجزائري بدرجة الأولى، ميهمني شكون هو المدرب شكون هو المساعد شكون هو اللاعب، يهمني أن المنتخب الجزائري يكون يمشي بحالة جيدة نتائجه جيدة، المنتخب يكون يتألق، المنتخب يكون يفوز، إذا المنتخب ما يفوز وما يتألقش وكذا يعني هناك خلل لازم يتسقم. والحاجة اللي لازم نعرفها أن المنتخب الجزائري فوق كل الناس، فوق كل الأسماء، فوق كل اللاعبين، فوق كل المدربين. نتمنى التوفيق على كل حال لجمال بالماضي، وإن شاء الله صحافة العام يحشموا شوية ما يبقاوش يحاولوا أن يشوهوا سمعة جمال بالماضي، لأنهم هدفهم حابين يخرجوه من الباب الضيق. الرجل قدم الكثير للمنتخب الجزائري، قدم الكثير للكرة الجزائرية. قبل جمال بالماضي كان منتخب مدمر ومحطم صراحة، كأس إفريقيا كنا دائما إقصاء من الدور الأول وما كناش نتأهل ونوصلك، ده توجنا معاه بكأس إفريقيا منتخب شفنا لعب جيد شفنا أمور جيدة فرحنا معاه. ما تنسوش هذه الأمور، احترام يبقى واجب علينا لجمال بالماضي. اسمع معنا رفيق واحد دا لا توتاليتي تاع الكونترا تاعو وصادي اللي تفاهم مع قالو تفاهم داخل دو موا في بواكي كيفاش تبدلت الحكايه. قالو لا باسكو في بواكي واش قالو كان حاب يريح، قالو اني بيان بارتي دون لا كوب دي موند، قالو لا لا سي بون انا بور موا سي فيني. كي فهم بلي مع الشيخ معاه قالو فوالا انا دو موا او سي بون اسكو سا طالونج، قالو ايه دو موا طلعوا في الطياره جاو للجزائر. كي راحوا للجزائر بان هضره واحده اخرى، قالوا عطيني لا توتاليتي 35 شهر اللي قالوا الكونتراكت تاع طونتي ديالهم اللي قاعد رامي مانيش حاب نروح. صديق قال ما تفهمناش هكا شوف كلام لو يتكلم فيه رفيق وحيد كان الناس تقول لك كيفاش عرف هاد الهضره، صادي قال بالماضي وبالماضي قال صادي، يعني تحس كانه رفيق وحيد هو القارين تاع وليد صادي ولا القارين تاع جمال بالماضي، وكان يتصنط ويسمع كل شيء. كفاكم كذب من القيل والقال، وقالوا وقالوا كذا والاموال وقالوا نعطيك وما نعطيكش، كفاكم كذبا. انا هاد الامور وهذا الكلام ما نصدقوش حتى نشوف فيديو تصريح، فيديو تصريح مش صحافه مكتوبه، فيديو تصريح لوليد صادي يخرج يتكلم ويقول انه جمال بالماضي قال لي كذا 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 وطلب اموال، ويخرج جمال بالماضي ويتكلم هو كذلك ويقول انا طلبت اموالي وكذا كذا، باش تم نصدق ونامن كل هذا الكلام؟ لانه هذا الكلام اللي راهم يتكلموا فيه الصحفيين ورفيق وحيد، رفيق وحيد نعرفه انه كان دائما ضد جمال بالماضي ويحارب في الماضي، يعني كلامه غير صحيح تماما. وحتى نفرض انه جمال بالماضي طالب بامواله، من حقه؟ من حقه؟ علاش ولا تعيب واحد يطالب بامواله؟ انسان خدم، انسان انت سنيت معاه كونترا، من حقه يدي الاموال تاع ديك الكونترا اللي سينيها بكل احترافيه، ما فيهاش امور واحده اخرى. كان انت خدمت خدمه تخدم بالمجان كاش اللي يخدم لك باطل، كل الناس تقاضى اجر. ما تقوليش وطنيه والجزائر وبلده وطنه كاع جزائريين وما نقبلوش نخدموا باطل في اي منصب كان، كاش اللي يخدم فيكم باطل.
كلكم تحبوا تقاضوا أجر من حقه، إذا طلب أموال من حقه. نتمنى أن وليد صادي وجمال بالماضي يخرجوا يديروا ندوة صحفية أو فيديو في الموقع الرسمي الاتحادية الجزائرية ويتكلموا فيه وينهيوا هذه الجدالات وهذه الأمور كلها، لأن صحافة العار راح تتمادى أنه باش يبقاو يتكلموا وما راحش يخلص هذا الأمر نهائيا حتى نشوف القرار الأخير من جمال بالماضي أو من وليد صادي. على كل حال نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري وتحية الجزائر وأبناء الجزائر.